بعد التخلص من الحقل رقم 4 قبل 3 أيام، يعني نفذنا مهامنا وشفنا أن المنطقة ما زالت مشبوهة بالألغام، وهي فعلا منطقة تشبعت بألغام ومكدسة فيها زرعت يعني بطريقة بشعة. ورأينا أن من الواجب المقدس لفريق مسام أن ينتزع الألغام من داخل بيوت المواطنين، فاستأذننا من أحد المواطنين فدخلنا وكشفنا على 3 لقم في تاريخ 28 نوفمبر، ثم تلاه اليوم الثاني ووجدنا اللقم رقم 4 داخل حرم البيوت، وهذه جريمة يعني ضد الحياة المدنية، وكما شاهدتوا بالصور لزيارتكم هذه، وهذه المنطقة ما زالت يعني تحتاج إلى مزيد من العمل ومزيد من الجهد للاستمرار فيها لتخلص المواطنين من هذا الوباء الموجود والذي يفتك بحياة المواطنين ولا يفرق ما بين طفل امرأة وشيخ. أقدم شكر لمشروع مسام على هذا الدعم وتوجيهاته للفرق العاملة في هذا المجال، وأقدم الشكر والتقدير والعرفان للبرنامج الوطني لنزع الألغام على الإشراف المستمر